انا مش عارف امسك نفسي مش اشوف ال بصي البيبيهات الاثنين حلوين وزي الفل. الجروب او جروبات اللي انت بتخشي فيها تمام وتقعد تديكي العلاجات الغريبه اللي انت بتاخديها دي والاكلات الغريبه اللي انت بتاخديها ملهاش اي علاقه بالصحه. ماشي. اما انت بقالك قد ايه دلوقتي عماله بتاكلي بليله باللبن؟ اسبوعين بليله باللبن. وفي نفس الميعاد بتاكلي بليله باللبن. واحده الا ربع لازم ناكل بليله باللبن ده طبقا لكلام الجروب. الصلاه على النبي. مج بقى بليله بلبن عشان وسكر بقى عسل عشان صحي وانت اصلا وزنك زاد فجبنا سكر مع الحمل فانت تقعدي نرزع بليله باللبن عشان خاطر ان العيل ايه قال ايه العيل حجمه يكبر صح كده؟ هم قالوا لك كده ان العيل بيكبر بالبليله باللبن وانت كل يوم بقى تفضلي على كده لا تاكلي الا بليله باللبن ولا زفت الطين وقالوا لك ايه تاني الملوخيه ايه؟ بتزحلق العيل الملوخيه بتزحلق العيل فانت ما بتاكليش ملوخيه لا خالص لا كلي ملوخيه وما تقلقيش ولا الموز باللبن ماله الموز باللبن؟ بيكبر طب بصي العيال كويسين من غير لا موز باللبن ولا البليله بتاعتك وارحموا الجروبات دي شويه ومش اي حد يكتب اي حاجه على الفيسبوك احنا يعني نتعامل عليها خصوصا لما تبقى حاجه طبيه ليه؟ ممكن تودينا في داهيه انت بتقولي بيكتبوا علاج على الجروب لو حد واحده بتنزف او بتسال انا بنزف الدكتور ما بيردش عليا او لسه معاد الدكتور بتاعي فبيقولوا لها خدي مثلا خدي كابرون اي دواء وبتاع طالما بتنزف لحد ما تروح للدكتور طب فرضا الست دي عندها عرضه للتجلط وراح مديها الكابرون ده وراحت الست مجلطه وجالها جلطه انتوا بتعملوا كميه حاجات والله العظيم ثلاثه والله العظيم ثلاثه الجروبات يعني احنا بصي في ناس بتعمل جروبات هدفها خير وكل حاجة وفي ناس ممكن تودي الناس في داهية ليل نهار بسبب الفتي ده الفتي ده يودي في ده ومفيش واحدة بتطلع تحكي تجاربها طب انا هسألك سؤال انت حملتي معانا حقن مجاري وربنا كرمك والبيبيات اهي بتطلعي تكتبي تجربتك على الجروب ليه؟ خايفة من الحسد صح خايفة من ايه؟ من العين هطلع اقول البقين دول بس انت نسمع صوتكم وانتوا بتكاكوا زعلانين اه انتوا زعلانين بتطلعوا على الجروبات كل واحده تقعد تقول اللي فيه النصيب اللي بتحمل بتاخد بعضها وتطلع تجري بره الجروب مظبوط صح طيب يبقى احنا بقى ما نسمعش كلام الجروب انا باخد بس الافاده في الاكل يعني انتوا بتمتصوا تاخدي اللي ينفعك وترمي وتدقي في الجروب اللي ما باخد الافاده في الاكل افاده في الاكل اللي هي البليله اللي هتيجي بقى معاكي بليله هعمل يعني وحطي لي عليها بقى بولت ايس كريم عشان بقى يعني ايه نكبر العيال المره الجايه تكبيره حلوه يعني. ربنا يكمل لك على خير انت والبليله والملوخيه والجروب ويعدينا من البلد اللي حصل فيها دي على خير على خير.